السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. فيديو جديد ونهار جديد. شوفوا شوفوا خويا الميمان وما جبيتهم ما والو. المهم هيش الضوط وخويت الما بغيتي نشعل لكم هذا الضو باش يبان لكم الميمان. وكتنشف بوحدها ها نتوما كالكوزينه، ها هي ها نتوما الميمان، ها نتوما. شوف خويت الميمان وما جفيت ما والو، خليتها وبلا ما نوريكم يا اللي ما نهضروش انتما هيك هضرت معكم البارح. ايوا ها انتما خوتي، راه جيت ولقيت نفس طابور طابور يا اختي طابور. شوفوا 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 شوف. ولكن حسيت شويه بالبروديه ما نكذبش عليكم. المهم ها انتما التلعبه بخويت عليه الماء. بلاتي يا بنات شوفوا، بلاتي يا خوتي نقلب لكم الكاميرا ورانا راه ما تديوش عليا، راه خوي طضيت وخويت عليا الماء. هانتوما شوفوا الميمان تجل خويا العينين، دايره غير الشتا ما دايره لا كحل لا والو. المهم البنات طضيت وطالعه دابا نصلي العشاء، غادي نمسح عينيا حق الله العظيم زعما الله القسم الا سعدات اللي عنده البحر. وعلى فكره ماشي نحل الدراري الشرجم باش يجيو يحلوا باب الدار ويدخل لنا الهواء. انتما دابا الطاخ وفيها شتوها هزكت الدنيا. انتما يا خوتي يلا اخوتي طلع الخوي حتى في بيتي الما في قاع الدار اللي قدام بيتي الما، حيت راه ما يمكنش. بغيتي زعما نقول لكم قبيله، على فكره الاخت اللي قالت لي لهلا يحوجك اجي عندي الكازا تبحري سيري لهلا يخطيك الله يكبر بيك وحق الله الا بحال جيت اكثر عرفت لي عطا الله. شتو شتو الكازاويين الله يعمر لهم الدار. وعلى بيتي وعلى بيتي وعلى بيتي يا البنات، بيتي سخون. انا نقعد ونقول لكم قصه ديالي مع الكازاويين ومع الكازاويات، انا غادي نقولها لكم دابا. صبروا عليا البنات غير نلبس شي حاجه صافي يلا. انا رجعت البنات مشيت حتى قديت لكم القعده. انا راه بصيتي واحد الله المهم شوفوا بدات نجيب شي مخده، جبت قرعتي تاع الماء خوتي نجيب شي مخده تاع الماء نقعد عليها هكا باش نتقاد ونهضر معاكم. شوفوا نهضر معاكم، شوفوا يا الكازاويات بانوا ليا في هذا الفيديو بانوا 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 ما يا خوتي واش بيزكا والله الا شد التليفون نسكر ما بغاش يتقاد. المهم البنات واحد السيده دخلت عندي الفيديو انشوت في اليوتيوب وقالت لي مرحبا بك، وانا راه عرفتها وعرفتها صاحبه قناه، ما عرفتاش علاش ما بقيتش كتحط. كنا ملي كنت كنحط حتى انا شحال هادي كنت كتحط حتى هي وكندخل عندها وكتدخل عندي. والله الا مشات لي السميه ديال القناه. المهم كانت دايره الورود في البروفايل ديالها، دخلت عندي وقالت لي مرحبا بك الكازا تبحري ومرحبا بك. المهم شوفي اختي من هنا تحيه كبيره للكازاويين والكازاويات الله يعمر لهم الدار، شكرا لك بزاف. راه ملي قلتيها راه بحال درتيها وكثر، حيت انا عارفه الكازاويين. شوفوا انا ماشي كنخصص غير الكازاويين، المغاربه كاملين كرماء
ومضيعه فيه وتضيفوا الناس منين ما داكشي. باش قلت لكم انا غادي نعاود لكم على قصتي مع الكازويين، ولكن هادشي كان طرا ملي كنت باقا بنت، باقي ما تزوجت ما ولدت ما حتى شي حاجه، عندي 17 سنه تقريبا او لا هي 16 ما عرفتش. المهم سمحوا لي البنات نشرب بصح ترى وحق الله العظيم لا قرعه تبع قرعه ولا تشم باش يحيد. والله تحبينا شوفوا شوفوا هاد السخونيه تاعت الدنيا وما قادينش عليها، وسعاك الاخرى اش تابعين. ويا ربي تلطف بينا يا ربي تنجينا يا مولانا كريم وتنجينا من النار وتعطينا الجنه يا ربي. يا ربي تجاوز علينا اولاد ذنوبنا، يا ربي تهدينا، يا ربي تحسن خاتمتنا. ديما الدعاء البنات، ديما الدعاء في الصلاه، ديما الدعاء والاستغفار، وربي راه كفيل، ربي رحيم بعباده. بسم الله. هو اختي الماء الا بتشربيه كتشربي جغمه تبع جغمه السنه النبويه سبعات المرات ولا. ولكن اختي حنا كنشدو قرعه كندردرو كسكين. لا اله الا الله على الولف ولا العاده، الله ما يخلع عاده. المهم تعرفوا نضحك معكم ونبسط معكم وصافي، انا هكا طبيعتي. والمهم قلت لكم ديك الساعه كانت عندي 17 سنه وكانت مرضت اختي بسرطان الدم، الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم. كانت مرضت بسرطان الدم، جينا هاد المامونيه كان في الاول كيضروها غير رجليها. كنت ديك الساعه امي خدامه وانايا هي الكبيره في خوتي. تنعاود لكم نعاود لكم واحد القصه زعما داز، ولكن سبحان الله العقل تيبقى مكبتي دوك ديك الوقيته اللي كدوز زوينه، واخا تيكون فيها كان فيها الفقر كان فيها التماره، ماشي الفقر المهم عندنا وما عندناش فهمتوا. كانت القضيه شويه المهم من بعد نبقاو في القزاويين والقزاويات التجربه ديالي معاهم باش عرفتهم الله يعمر ليهم الدار. وكنت في الاول كنسمع الهضره كثيره، ولكن شوفوا ما عمركم تصدقوا شي حاجه الا ما عشتوها ودازت عليكم تجربه وعرفتوا الناس وعشرتوهم. عاد شحال من واحد كيبان لكم في هكا في وجهه زين وبخير وعلى خير، ولكن ملي كتعاشرو كتلقى راسك كاع داكشي اللي عز عليه ما منه حتى شي حاجه، كتلقى شخص اخر مخبي وراء داك القناع ديال كاع الناس يشوفوه ظريف، ولكن انت اللي تدخل وتتعيش معاه وتتجربو فهمتو كتكتشف حوايج اخرين لا علاقه بداك الانسان اللي عارفين الناس اللي تقول كاع حقيقته للناس محال يصدقوا خصهم حتى يعاشوا. المهم نعاودو نرجعو لموضوعنا. قلت لكم كانت عندي ديك 17 سنه واختي مرضات اختي كانت صغيره، كنت انا الكبيره، هاد اختي نزها، عاد عاد الاله عاد سمية الله يرحمها عاد جات من وراها صريره. الا شفت هاد الفيديو المهم الخواتات تيشوفوا هاد الفيديو غتعرفوا لي اش كنهضر. المهم سمية الله يرحمها مسكينه، يا ربي ترحم جميع اموات المسلمين. كان جاها السرطان في الدم وحنا ما كناش عارفين، كانت ديك الساعه تتقول لي هي زيري لي على رجلي انا الكبيره، امي كتمشي للخدمه وانا كنجلس معاها تتقول لي زيري لي على قاع رجلي ديما هكا يديها صافي. قلتها لامي وبقاو تيضروها فعلا، دات هاد دوزات ليها صيفطوها مشات للمامونيه دوزت ليها قالوا ليها خصك تديها المريض كوف الدار البيضاء باش يحللو ويشوفو واش داكشي. حنا ما طحناش المرض ديالها، مشينا قالوا لك فيها السرطان في الدم. المهم المتطلبات كانت كثيره، الوالده كان عندها الحمد لله وكانت خدامه، ولكن هذاك المرض اختي هو اللي عاود هرسها. كانت عندها حنوت بعدها كانت فهمتو.
ايوا المهم قلت لكم من بعد الذكريات وحق الله. وعرفتي بنادم الا كان هو الاول في الدراري كيكون تيتاثر بداك الشيء، فهمتوني؟ المهم شوفوا حنا فين كنا وفين ولينا. المهم صافي مشينا لمريزكو الدار البيضاء، مشينا لمريزكو جينا اختي بداو كيشدوها بحال هكا بربع ايام، المهم بمدة طويلة خرجوا لها الدواء، كاين تغيير الدم تتاخد الدم، المهم كانت الصوائر بزاف وحنا ما عندناش باش نكريو، يلا يلا داك الدويان داك الدويان وداك الدم اللي كيعطيوها وداك الشيء. صافي صافي يا سيدي تلاقينا بهاد الناس في كازا اللي بطرنا معاهم القصة، تلاقينا معاهم في الجريدة، لقاونا كنجلسو في الجردة ناكلو تمايا الجردة تمريزكو، نعسو تما إلا كانت 3 أيام وبربع أيام، كنت ناوبة أنا وأمي ديك الساعة أنا باقي صغير. المهم صافي وكنا تنتو سارة صغير ورا معانا وصافي هاد الناس تلاقاو بينا قالوا لك لا ما تنعساش هنايا وعلى ما كاينش كاع الناس على حشومه هادشي. صافي مشينا عندهم الباب مراكش، كاينه واحد البلاصه في كازا سميتها باب مراكش، يعني راه سميت مدينتنا اللي حنا ساكنين فيها، حنا زعما مراكشيين اخوتي. صافي مشينا جلسنا دازنا الاول الثاني، هذيك انا كنجلس عندهم انا وساره، ساره ديك الساعه بيبي، ساره ديك الساعه شي عام عام هكاك، واختي الاخرى كان عندها 5 سنين هذيك اللي مات الله يرحمها. صافي بقينا صافي داونا عندهم ولينا عائلة عائلة. واحد المرة كان عقل عطاونا ورقة جيناها من هنايا للسبيطار بحال شهادة الضعف بحال باش نعاونو على الدواء، وفيها الكنية ديالنا حنا خاصها الألف، وقالوا لنا ترجعوا لمراكش باش تبكيو هذاك باش تزيدوا هذاك الألف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقفوا معنا ولاد هادوك الناس حتى صوبنا الاسم تمانيت في كازا ودفعنا الوريقات، وقفوا معنا رجال كل هي العائلة وقفت معنا رجال، وكان عندهم تا هما بنيتهم مسكينة مريضة تاهي بالسرطان الله يرحمهم بجوج، بجوجهم ماتوا تا بنتهم مسقنا عليهم الخبار ماتت، حيت بقينا على ارتباط ولو ما كيجيو عندنا لمراكش حنا كنمشيو عندهم لكازا، ولينا عائلة فريمون تجوجت وبقينا على علاقة. هما بنتهم بدا وحدة فيهم تجوجات من الاخرين ما بقيش عرفت، صافي تقطعات العلاقة ملي مات بنتهم، كانت جات من وراها ماما تاعك البنيه كانت مريضه عندنا وداكشي، ومشاو ما بقيش بقاو غير الرسائل بيناتنا هكا صافي. ديك الساعه كانوا دوك البريات كانوا الرسائل، ما دوك كون كان التليفون عمر العلاقه ما تقطع، ديك الساعه ما كانش التليفون اخوتي ما كانش هادشي هكا والواتساب. ايوا هذه هي القصه وتبارك الله تبارك الله عليكم الكازاويين، تبارك الله عليكم المغاربة كاملين فين ما كنتو كتصرفوا تصرف رجال الصراحة مع البراني كيف ما يكون. حنا إلا جا عندنا شي حد مثلا براني حتى حنا كنرحبو بيه ما تنخليو ما نديرو معاه داكشي في الدم، واش فهمتو؟ حيت المغاربة هاكا دايرين كاملين دون استثناء، والله يخلينا في عهدنا يا ربي ولا لا يحرمنا من بعضياتنا، وان شاء الله يا ربي نديرو نعم تاني نديرو اليد في اليد باش ان شاء الله هاد القناة تطلع تزيد تطلع ونبقاو هكا كنتحتو وانتوما تكتبوا ليا وانا نجاوبكم. علاش ما
كنت هذا زعما مفتاح علاش ما سولت ان شاء الله. ونبداو كنديروا في فيديوهات فيها الهضره هكا حتى ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي يجيب لي الله باش ندير شي ويفي تاني مجهده باش نبدا ندير اللايفات احسن. وديك الساعه ان شاء الله ان شاء الله نبقاو هكا نقرقبوا الناب نقرقبوا الناب شويه. يلا خليت لكم راحه وتصبحوا على خير. غنصلي العشاء وغنعس اخوتي وغدا ان شاء الله غادي غنسيق بعدا هاد البيت ضروري نخوي فيه الميه ضروري نتبرد. المهم نصلي العشاء ونعس الصباح ان شاء الله غادي ندير معكم روتين ان شاء الله يا ربي مطرطق. تصبحوا على خير والله بيتكم فرحه الله يا ربي امين. يلا بسلام عليكم وشكرا اختي نعاود نشكرك شكرا بزاف. وان شاء الله الا كتب الله واش بغيت نقول لك لقيت الوقت كيفاش ندير نجي عندك على الراس والعين حتى انت مرحبا بك عندي هنا في مراكش و 6000 مرحبا ونديروا ان شاء الله فيديوهات مع بعضياتنا وترجعي حتى انت لقناتك راه شفتك ما بقيتيش كتحطي ان شاء الله يا ربي والله يحفظ لك وليداتك وشكرا شكرا بزاف العز.